ويسعدنا أن نستضيف هنا في استوديو ميديان تي في مخرجة هذا الفيلم، فيلم البصيري المشهد المفقود، السيدة لبنى اليونسي. سيدة اليونسي، مساء الخير، مرحبا بك معنا. لو بدأنا في البداية من فكرة الفيلم، كيف نشأت هذه الفكرة؟ فكرة الفيلم هي بعد ما تقدم لي السيناريو بصيري على المشهد المفقود من كاتب والباحث عن تاريخ بصيري اللي هو سعيد زريبيع، منتج الفيلم كذلك. جات كميل الفيلم السابق اللي اشتغلت عليه هذه سنتين مع منتج حسن الشاوي اللي هو معجزات قسم، اللي كان كيتحدث على سجون تندوف والعذاب، ازيد من 20 سنه بسجون تندوف. كانوا كيتحدثوا على 17 يونيو بهذه السجون اللي كانوا فيها هروب، محاوله هروب وهروب. 17 يونيو واحتفالات كبيره بالنسبه في سجون تندوف الجبهه. فهذاك السيناريو اللي تقدم لي كان شخصيه بصيري وانتفاضات 17 يونيو، فكان خلط 17 يونيو الاحتفالات في سجون تيدو في 17 يونيو. حاولت البحث، اذا لقيت شخصيه كنجهل عليها الكثير كنجهلوا عليها بزاف. درت من هنا خط المغامره انني ندير هذا الفيلم الوثائقي، ومن هناك نشأت فكرة الفيلم. الان هل يمكن ان نتحدث عن المشاركين في هذا الفيلم؟ هو في غياب التوثيق الأكاديمي والمؤلفات الأكاديمية اللي كتوثق واحد الحقبة من تاريخ الصحراء، وخاصة نعلم أن بأن تاريخ الصحراء هو شفوي، ماشي عن يعتمد على الرواية. كانوا شهود عيان اللي عندهم وزن ثقيل، شهود عيان كان مثلا المؤرخ والأديب الشيخ سيدي أحمد رحال اللي كان هو رفيق بصيري، وبصيري كنقول هو المناضل اللي كان في المناطق الصحراويه وجاب الفكر ديالو بالحركه ديالو ضد الاستعمار الاسباني. فكان سيدي احمد رحال احد شهود عيان حاضر بقوه في الفيلم. كاين الشيخ اللي هو سي حيدر، الشيخ حيدر اللي كذلك حاضر بقوه، والشهادات ديالهم اعطت قوه للفيلم لانها شهادات توثقت بمصداقيه. لو انتقلنا الى انجاز الفيلم والبدايه، لو بدانا بمساله الكتابه، اي نوع من الكتابه اعتمدتي فنيا بالنسبه لهذا الفيلم؟ وبالنسبة لكل فيلم وثائقي كيخص تمر الرسالة بسلسة، رسالة تكون المشاهد يتلقاها حتى انه يخرج بكم من المعلومات. كتقول لك اعطيني فيلم فرجة ومن بعد المعلومات اللي غادي نشوفها من بعد الفيلم غادي نحس بأنني اكتسبت المعلومات. إذا هذه الكتابة ديال هذا الفيلم الوثائقي جات أول ما التقينا، كانت غتكون بإعادة تمثيل مع ممثلين، ولكن انتقلنا لمدينة السمارة اللي هي المكان اللي كانت فيه الحركة ونشأت فيه الحركة. بوجودنا بمدينة السمارة التقينا مع ممثلين اللي هما ممثلين المسرح، وبصدفة كان أحد الممثلين يمكن كان شاهدوا على الصور يشبه بكثير البصيري، هو الممثل الرئيسي. فعلى خشبة المسرح، هو المسرح عنده حدود وعنده بعد وحدود، وكيخلي المتلقي كيتلقى المعلومة وكيترسخ في الذهن ديالو جميع المشاهد بدون حواجز. فهو كيقربنا للشخصية وكنلمسوا بعمق شخصية اللي هي الشخصية الرئيسية لهذا الفيلم. سيدة لبنى، ما هي الرسالة التي أردت إيصالها عبر هذا الفيلم، والى من وجهت؟ هي قبل ما نتكلموا على الرساله نودوا الشكر بعد لوزاره الاتصال والمركز السينمائي اللي فتح الفرصه لهذه المجموعه من الافلام السينمائيه اللي كتكتب واحد التاريخ منطقه نجهل الكثير عنها اللي هو الفيلم الحساني. فاليوم المركز السينمائي كيدعم الفيلم الحساني، وهي فرصة في هذا المهرجان لأول مرة 12 فيلم كيتعرض من بينهم يمكن على ما أظن 6 أفلام حسانية. إذا هذه فرصة كبيرة. الرسالة هي توثيق، في غياب توثيق الأكاديمي والمؤلفات كاين توثيق، وتوثيق كل ما هو روائي وشفهي. الله يعطيك الصحة، شكرا جزيلا سيدة لبنى اليونسي، أنت مخرجة الفيلم الوثائقي البصيري المشهد المفقود، المشارك في مهرجان الوطني للفيلم بطنجة. شكرا جزيلا لك على حضورك إلى استوديو ميديان تي في. شكرا لكم.